الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليكم، يقام في منطقتهم يوم كامل للقرآن الكريم يسمى يوم الهمة مثلا أو يوم الإتقان أو ما شابه ذلك، من صلاة الفجر إلى المغرب بجامع كبير يسع عددا كبيرا من الحضور. تقول هل يجوز لمن كان معها العذر الشرعي أن تحضر لمراجعة القرآن، علما أنها بحاجة للمراجعة في يوم مثل هذا اليوم الذي ترتفع فيه الهمم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات، فالمقاصد التي تريدينها كلها مقاصد طيبة وشرعية، وهي أن تراجعي حفظ القرآن، وأن تقوى عزيمتك بمشاركة أخواتك الحافظات في مراجعة كتاب الله عز وجل، فإن الإنسان يقوى بإخوانه ويضعف بنفسه غالبا، والإنسان عليه أن يتعاهد كتاب الله عز وجل وأن لا يهمله، فقد ورد في الحديث إنه لأشد تفصيا من صدور الرجال من الإبل في عقولها. وكل هذه المقاصد مقاصد طيبة وتشكرين عليها، لكن لا ينبغي أن تحقق هذه المقاصد بالوقوع في شيء من المخالفات الشرعية، والتي من جملتها دخول الحائض للمسجد، فإن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، لما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ناوليني الخمرة من المسجد، قالت قلت يا رسول الله إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني أن دخول اليد وتناول الخمرة لا يعتبر دخولا للحائض في المسجد. ووجه الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها لما قالت إني حائض، يعني كأنها تقول لا أستطيع أن أناولك الخمرة ولا أن أدخل المسجد لأنني حائض. فلو كانت الحائض غير ممنوعة من دخول المسجد لبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم وصحح هذا المفهوم عندها، ولكنه أقر على مفهومها هذا من أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، ولكنه بين لها أن مد يدها داخل المسجد وتناول الخمرة مع الخروج السريع لا يعتبر من الدخول المنهي عنه شرعا، فلا يجوز للحائض حينئذ أن تدخل المسجد. وقد روى أبو داود في سننه وصححه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وفي هذا الحديث شيء من المقال، وبناء على ذلك فالمقاصد التي ترمين لها مقاصد طيبة، لكن لا يجوز لك أن تجعلي طريق تحقيقها أن تدخلي المسجد حال كونك حائضا، لأن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات، والله أعلم.